بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي الواحد مشترك في مواقع اجتماعية كتيرة جدا، زي الفيسبوك، زي التويتر، زي اليوتيوب، حاجات كتيرة جدا. الواحد بيلاقي ان هو بيكرر اعمال بطريقة تكرارية وطريقة مملة. يعني انت مثلا كتبت مقالة، فمضطر ان انت تحطها على الفيسبوك وتحطها على التويتر وتحطها على كل المواقع الاجتماعية التانية المنافسة، فده بياخد وقت. تمام، رفعت فيديو على اليوتيوب، ف محتاج تقول تروح لكل المواقع الاجتماعية بتاعتك وتروح حاططها عندك مثلا مفضلة، بتضطر ان انت مثلا اي موقع يجيبك تحط في المفضلة وتحط في فيسبوك وتحط تويتر وهكذا. ده كان بياخد من وقت كتير جدا. لقيت موقع حلو قوي اسمه IFTTT.com، IFTTT.com. الموقع ده بيعتمد على ايه؟ ان هو الاعمال التكرارية المملة هو بيعملها. يعني ممكن اعمل ايه؟ لو نشرت مقالة في الورد بريس، خدها حطها في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني. تمام، يعني لو انا كتبت حاجه في فيسبوك ابعتها على التويتر، لو مثلا حصل حاجه على الفيسبوك ابعتها لي رساله على الايميل، لو حصل مثلا كذا اعمل كذا. تمام، الموقع ده اول ما بدخل عليه بعمل حساب ليا، بختار اسم وباسورد واعمله عادي. تمام، وبعد كده ببدا اعمل كرييت ارسايب. بيجي يسألني بيقول لي لو ايه اللي حصل، عايز يحصل ايه. يعني مثلا لو عجبتني صورة على الفيسبوك ابعتها لي في موقع الصور بتاعي اللي انا حاجزه، اللي هو مثلا اي موقع بتاع صور. تمام، هقول له اف ذس، لو حصل حاجة من الحاجات دي كلها. تمام، الحاجات دي كلها اكترتها مفعلة فعشان كده ظاهرة بلون، انما لو هي مش مفعلة بتدوس على واحدة فيهم مثلا بيقول لك اكتف، تبدأ انت تكتب تعرف الموقع اللي هو IFTTT على الحساب بتاعك في الموضوع دوت، بحيث ان هو يقدر ياخد منه معلومات او يديله معلومات. فانا هنا مثلا هفترض ان انا مثلا عايز اول ما ارفع حاجة على اليوتيوب بقول له انا عايز اليوتيوب، بيقول لي عايز ايه في اليوتيوب؟ لما تعجبك فيديو، ولا لما تحط فيديو في قائمة الواتش ليتر، ولا تعمل ابلود للفيديو. اختار مثلا ابلود للفيديو، بيقول لي خلاص. طيب انت رفعت الفيديو هتحطه فين؟ تمام، بقول له ابعتولي مثلا على الورد بريس. فبيسألني هتعمل بوست جديد ولا هتعمل بوست عليه صورة، اقول له انا عايز كريت بوست. تمام، بيقول لي بقى ايه المعلومات اللي انت عايز تحطها. التايتل، هياخد التايتل بتاع الفيديو. الحاجات بقى اللي بعد التايتل عايز تكتب ايه، ممكن تقول له مثلا فيديو ديسكريبشن، فيديو ار ال. تمام، اسم المؤلف، الحاجات اللي انت عايز تحطها، الكاتيجوري، شوف الكاتيجوري اللي انت عايز تحطها مثلا فيديو، مثلا التاج. تمام، بقول له كرييت اكشن. خلاص كده الاكشن اهو بقى معمول. لو انا رفعت حاجه على الفيديو هتروح على طول على الورد بريس. الحاجات دي انا فعلتها وعرفته ان الورد بريس بتاعتي اسمها كذا، واديته الاسم والباسورد، وعرفت اليوتيوب برضو الحساب بتاعي واديته الاسم والباسورد هناك، بحيث يقدر ان هو يحط معلومات هناك. وبتكتب ديسكريبشن بحيث لو عايز توصلها في اي وقت، وتقول له كرييت سايت. خلاص كده انا فعلت، لو رفعت اي حاجه على الفيديو بتروح على الورد بريس على طول. لو بصيت هتلاقي ان انا مفعل حاجات كتيره. لو انا عملت حاجه على الورد بريس ابعتها على الايميل، لو عملت حاجه على الورد بريس ابعتها لي في المواقع ديت. فالحاجات دي فعلا بتوفر الوقت. ممكن اظبط تاريخ معين اقول له مثلا في التاريخ دوت، يعني دي مثلا في التاريخ معين ابعت لي حاجة على التويتر دعاء الصباح، بقول له الدعاء ده كله اكتبه لي كل يوم الساعة 8 الصبح. ده مثال على الحاجات اللي ممكن الناس تعمل بالموقع الجميل دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم عمر سليم.